اهلا بيكم، معاكم احمد عمرو اكو تيبس كوم، وهنتكلم النهارده عن سوبر سيت هتدمر الريست بتاعك او الفور ارم او عضله الفور ارم كلها، عضله الريست كلها. بسيطه جدا، سهله جدا، مش محتاج غير الكيبل دوت اللي هو موجود في اي جيم، وهتبدا تنفذ التمرين. هنشرح ازاي تعمله، وهنشرح ليه التمرين دوت افكتيف او فعال، وايه هي العضلات المستهدفه بالتفصيل. قبل ما نبدا، سبسكرايب وجرس التنبيهات وفولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك. طيب، من غير رغي كتير، هتمسك الكيبل وهتقعد تحت بالمنظر دوت، وهتبتدي ان انت تعمل كيرل، تختار وزن اللي هو تعرف تعمل بيه من 8 ل 12 عده. طبعا يعني على العده الاخيره انت بتطلع بالعافيه، طلع او طلع بصعوبه. التمرين دوت وانت مايل بالزاويه ديت وجسمك على قدام شويه، فانت كده بتستهدف عضله صغيره في الريست بتاعك اسمها فليكسور ديجيتورم بروفوندوس. بعد ما بترهق العضله ديت اللي هي العضله الصغيره ديت، هتبتدي ان انت ما تسيبش الكيبل، هتقف تاني، دراعك هيكون بزاويه 45 درجه، وهتبتدي ان انت تكمل تعمل كيرل بس من وانت واقف. فالزاويه ديت وانت واقف وانت دراعك قدام جسمك بالمنظر دوت، فانت كده هتستهدف عضله ثانيه في ريست اكبر من العضله الثانيه اسمها ديجيتورم سوبرفيشياليس. دي بتبقى مجموعه من العضلات، هي مش هتبقى عضله واحده، هتبقى زي ماسل جروب، بس دي بتبقى اكبر من العضله الثانيه الصغيره. فانت بتطرق العضله الصغيره الاول، وبعد كده بتخش على العضلات الثانيه اللي هي الاكبر. النتيجه بتكون حلوه جدا، بتحس ببرنينج او بحرقان مش هتحسه قبل كده. جرب السوبر سيت ديت، ممكن تعمل مجموعه، ممكن تعمل اثنين، ممكن تعمل ثلاثه، براحتك خالص. كل مره تكرر فيها التمرين ديت ممكن تزود عده على كل نوع، ممكن تزود وزن، براحتك اختار البروجريشن اللي انت عايزه. ممكن تزود مجموعه، لو انت النهارده عملت مجموعه، التمرين الجاي اعمل مجموعتين، اللي بعديه اعمل ثلاثه، بعد كده ابدا ازود وزن، اعمل مجموعه اثنين ثلاثه وهكذا. اختار البروجريشن اللي انت عايزه، جربها المره الجايه في التمرين بتاعك وقول لي ايه رايك. ما تنساش تشغل جرس التنبيهات علشان في تمارين كتيره وفي سوبر سيتس كتيره هنعمل عليها فيديوهات في الايام اللي جايه، ونشوفكم في الفيديو اللي بعده.